قطاع الصحة من رفع التجميد عن مجمل المشاريع التي تم تجميدها في إطار ترشيد النفقات العمومية. ومن المرتقب استلام ووضع حيز الخدمة بداية من شهر نوفمبر 2022 43 مرفق صحي عمومي في عدة ولايات من الوطن، منها هياكل استشفائية وأخرى جوارية، إلى جانب مؤسسات للتكوين شبه الطبي. كما تم تخصيص اعتمادات مالية تجاوزت 4.5 مليار دينار جزائري لتجهيز المؤسسات الاستشفائية وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان التكفل الطبي بالمرضى، حيث نحصي على المستوى الوطني بالنسبة للعتاد الثقيل 229 جهاز سكانر، 41 جهاز إيرام، و38 مسرع خطي للمعالجة بالأشعة موزعين على 13 مركز لمكافحة مرضى السرطان.